وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سفارة مملكة البحرين في واشنطن باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل سلامة كافة المواطنين المتواجدين في ولاية فلوريدا وضمان إجلائهم السريع قبل وصول إعصار إيرما للولاية. جاء ذلك خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها عهد البلاد المفدى مع سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية للاطمئنان على سلامة البحرينيين المتواجدين في الولاية. وقد اتخذت سفارة مملكة البحرين في واشنطن كافة الاحتياطات اللازمة لإجلاء مجموعة من المواطنين من زوار وطلبة وغيرهم، كما توجهت السفارة بطلب التواصل المباشر معها في حال تواجد أي حالة إضافية. وتقدم سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بخالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن كافة أعضاء البعثة الدبلوماسية البحرينية والمواطنين الذين تم إجلاءهم من ولاية فلوريدا، لما أبداه جلالته من اهتمام وحرص على سلامة المواطنين البحرينيين المتواجدين في الولاية.